السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة العلوم امتحانات نهاية السنة. السؤال الأول أجب عن فرعين فقط. أولا، املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. أولا، أركان الدولة هي فراغ. اثنين، كان المدارس في المدارس النظامية يسمونه فراغ. ثلاثة، صمم نصب الحرية ببغداد فراغ. أربعة، عرف وسط العراق وجنوبه قديما فراغ. خامسا، من أشهر آثار سامراء فراغ ومعدنته فراغ. باء، اتخذ مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية لعوامل عديدة، منها اذكرها. جيم، أرسم خريطة العراق موضحا دول الجوار ونهري دجلة والفرات. السؤال الثاني، تواجه بلدنا اليوم العديد من المشاكل في مصادر المياه، اذكرها. فرع باء، عدد مكونات المجتمع العراقي. السؤال الثالث، عرف ما يأتي لخمس فقط. أولا، المجتمع. اثنين، الكوفة. ثلاثة، أبو الأسود الدؤلي. أربعة، الكبريت. خمسة، سهل مخمور. ستة، نباتات المنطقة الجبلية. سبعة، البيئة. سؤال 14، انسب العلماء إلى العلم الذي اشتهروا به. أولا، كمال السامرائي. اثنين، الحسن بن الهيثم. ثلاثة، محمد مهدي الجواهر. أربعة، أنستاس الكرملي. خمسة، زها حديد. فرع باء، عدد أهم حقوق المواطن الصالح مع شرح واحدة منها. سؤال خامس، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولا، رغم تنوع البيئة الجغرافية وتنوع العادات والتقاليد، تبقى هويتنا واحدة على مر الزمن. ثانيا، تنتشر الأهوار في الأقسام الشمالية من العراق. ثلاثة، استخدم العراقيون القدامى ألواح من الطين بدلا من الورق في كتابة أخبارهم. أربعة، تعد سنة 223 للهجرة بداية حياة سامراء كعاصمة للدولة العباسية. خمسة، سميت الكوفة بأرض كوفان نسبة إلى مرتفع صغير يقع في وسطها. باء، تميزت المدرسة المستنصرية من غيرها من المدارس بأمرين مهمين، اذكرهما. أيضا هاي نسخة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا عندنا أول، عرف خمسة من ما يأتي. أولا، النبات الطبيعي. اثنين، الأسرة. ثلاثة، الأقاليم المناخي. أربعة، الكتابة المسمارية. خمسة، المدرسة النظامية. ستة، المواطن. السؤال الثاني، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة لخمس فقط. أولا، يجاور العراق من الشمال الأردن. ثانيا، تنتشر الأهوار في غرب العراق. ثلاثة، على أرض بابل قامت الحضارة البابلية. أربعة، أول من خطط لبناء الكوفة سعد بن أبي وقاص. خمسة، بنى مدينة سامراء الخليفة هارون الرشيد. ستة، الدفاع عن الوطن واجب مقدس. السؤال الثالث، املأ خمسة من الفراغات التالية. أولا، يطل العراق على الخليج العربي من خلال محافظة فراغ. اثنين، تشمل مصادر المياه في العراق فراغ وفراغ. ثلاثة، نستفيد من الكتابة في فراغ أحداث تاريخنا. أربعة، كان سوق فراغ في بغداد العباسية من أعظم أسواقها. خمسة، تجاوز عدد طلاب المدرسة المستنصرية فراغ طالب. ستة، أركان قيام الدولة هي فراغ أركان. السؤال الرابع، اختر ما بين الأقواس لخمس فقط. الطابع الصحراوي من أهم الظواهر الطبيعية في المنطقة الجبلية السهلة الرسوب للهضبة الغربية. اثنين، من أشهر سهول المنطقة الشمالية شهر زور، بابا كركر، هلكرت. ثلاثة، أماكن العبادة للمسلمين، الكنيسة، المسجد، المعبد. أربعة، بنى المنصور بغداد عام 146، 145، 149. خمسة، يتكون المجتمع العراقي من مكونين، مكون واحد عدة مكونات. ستة، بنيت المدرسة النظامية عام 150 هجري، 631 هجري، 459 هجري. السؤال الخامس، أجب عن أربع فروع فقط. أولا، علل، بنى العراقيون القدامى معابدهم في المناطق المرتفعة. ثانيا، علل وجود أكثر من 30 مدرسة في بغداد العباسية. ثلاثة، عدد بنقاط أهمية النبات الطبيعي. أربعة، عدد خمسة من مكونات المجتمع العراقي. خمسة، أرسم خارطة العراق موضحا عليها. أولا، الدول الجوار. ثانيا، نهري دجلة والفرات. ثلاثة، بغداد، الموصل، البصرة. أربعة، المنطقة المتموجة.
هذا كل ما موجود. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.